بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعد ما خدنا الايمج سويتشر ولعبنا بقى شويه شغل، عايزين نعمل حاجه اسمها الايمج سلايدر. سلايدر زي بتاع الويب ده. هناخد المره دي ان شاء الله في حاجه اسمها الفيو بيجر، بيجر خلاص، وهنعرف ازاي نكرييت حاجه اسمها الايمجز ادابتر. تمام، عشان انادي على ده هنادي على اندرويد اكس، لانه من الحاجات اللي هي الحديثه او المستحدثه. فقلت له ايمج اندرويد اكس دوت فيو بيجر دوت ويدجت دوت فيو بيجر. خلاص، ده الفيو بيجر ده يعني عشان يعمل بيجنج، عشان اقدر يبقى فيه سلايدنج للايه للصور يعني. تمام، في هديله طبعا كالعاده الاساسي الويدث والهايت، هديله 350 في 350 هايت ويدث. تمام، فحددت له ادي الهايت 350 وهحدد له الويدث. ماشي، الويدث لو خد العرض كله بتاع الاكتيفيتي مش مشكله. كده انا حددت له دول. طب هديله اي دي عشان اشتغل عليه من خلال الايه الاي دي ده، فهقول له فيو بيجر مثلا ويخلص. ماشي كويس، فيو بيجر ده اول حاجه. هروح بعد كده على الملفات الريسورسز او الجافا. ماشي، نروح على جافا الفولدر بتاع الايمجز اكتيفيتي. خلاص، و طبعا انا هستغل الكود اللي كان مكتوب، لان التعريفات بقى بتاعت الليسته بتاعت الصور والحاجات دي يعني. فهروح على طول على الاون كرييت بتاعت الايمجز اكتيفيتي، وهقول له بص انا كنت معرف بره حاجه اسمها فيو بيجر. خلاص، عايز اديها الادابتر بتاعها، ادابتر يعني البيانات اللي هيبدا يشتغل عليها. فقلت له الادابتر بتاعي هو الايمج ادابتر، ايمجز ادابتر. طبعا ايمجز ادابتر ده انا لسه ما كريتهوش، بس الايمجز ادابتر هبعت له حاجه اسمها ذس اللي هو الكونتكست، عشان المفترض الايمجز ادابتر عايزه الكونتكست عشان تعرف هتعرض على ايه. فقلت له خلاص، عرفت ايمجز ادابتر واخترت ان انا هكريت كلاس اسمه ايمجز ادابتر. قال لي ماشي، سيبريت فايل. قلت له اوف سيبريت فايل، انا مش عايز اعمله، ممكن اعمله جوه نفس الفايل كنست كلاس. قلت له لا انا عايزه فايل منفصل. تمام، امر مهولي. قال لي خلاص، ده كلاس اسمه ايمجز ادابتر، وبعت لك الاكتيفيتي سميتها ايمجز اكتيفيتي، وادي البيج طبعا بتنهرت من البيجر ادابتر. قلت له جود، بس انا هغير بس الاسم، هخليه بس كونتكست على طول يعني. فعملت له كونتكست ونوع كونتكست وخلاص، مش اكتيفيتي يعني، قلت له كونتكست وخلاص. وبينهرت من البيجر ادابتر، وده ممكن الت انتر كده عشان اعمل له امبورت. عملت له امبورت، تلاحظوا ان هو من اندرويد اكس دوت فيو بيجر دوت ويدجت دوت بيجر ادابتر. ونبدا نكمل ان شاء الله الايمج ادابتر مع بعض ان شاء الله. السلام عليكم.